حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منال السيد، استشارية الأمراض أمراض الروماتيزم ورئيسة قسم الأمراض الباطنية في مستشفى حتى في هيئة صحة دبي. مرحبا بك معنا دكتورة منال. سمعنا في التقرير بعض العوامل التي قالت الدراسة أنه يمكن أن نتجنب من خلالها إذا ما طبقناها مرض التهاب المفاصل، ما رأيك في الموضوع؟ أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. الحقيقة التقرير بيتكلم عن الجزء الخاص بخشونة المفاصل وليس التهاب المفاصل، والحقيقة ده ينطبق على كل ما جاء في التقرير صحيح بخصوص خشونة المفاصل اللي هي بتصيب عادة الناس اللي هم وزنهم زيادة، الناس الرياضيين اللي بيتعرضوا لإصابات في الملاعب، الناس اللي هم بيستعملوا المفصل بطريقة خاطئة، بيمارسوا رياضة بطريقة خاطئة، طبعا مع بعضهم بيبقى كبار السن، بيكون كمان عندهم سكر، فبتجنب مثلا الوزن الزائد ببعض تمارين رياضية مع مدرب، برضو محافظة على المفصل من خصوصا طلوع السلالم ونزول السلالم بطريقة كثيرة بتأثر على المفاصل. فإذا تجنبنا هذه العوامل فبالتأكيد بنحافظ على المفصل. طيب دكتورة منال، عندما يعاني شاب أو شابة في سن صغير ووزنهم يعني طبيعي أو مثالي من آلام في المفاصل في مناطق مختلفة من الجسم، ما الاحتمالات أمامهم؟ ما الأسباب التي ربما تكون تشخيصية لمثل هذه الآلام؟ في الحالات دي بتكون التهاب مفاصل مرضي اللي هو بيبقى أساسا مناعي، وده فعلا بيجي في السن الصغير حتى منه في انواع بتصيب الاطفال، وده الحقيقه حاليا سهل تشخيصه واصبح سهل علاجه خصوصا في الفترات الاخيره بقى في ادويه كتيره جدا جدا بيولوجيه بتعالج التهاب المفاصل وبتدي نتائج هائله. اهمها ان بس المريض يعرف امتى يوصل يروح لطبيب التهاب المفاصل او طبيب الروماتيزم. إذا المريض شعر بألم في المفاصل مع تورم في المفاصل، وعادة بتكون الألم في الصباح، المريض في الصباح يحس بتيبس وألم شديدة تستمر معاه ساعة أو أكثر حسب شدة المرض. ففي الحالة دي بتوجه لطبيب الروماتيزم بيتشخصه وبياخد العلاج، والنتيجة الحقيقة بتبقى هايلة خصوصا لو شخص بدري وتعالج بدري. طيب دكتورة منال، يعني أريد أن أسألك عن جزئية أيضا متعلقة بالمفاصل، طقطقة المفاصل أو فرقعة المفاصل، هل بالفعل كما يقولون تضر، ولماذا؟ كيف تضر؟ ما هي آثارها السلبية على المدى القصير والطويل؟ الطقطقة اللي هي بنعملها عادة عند بعض الأشخاص طبيعيين عادة دي الحقيقة بتأثر على المفاصل بعدين، لأن هي بتأثر على الأربطة اللي حوالين المفصل، وفعلا مع كثرة استعمالها او كثرة العادة دي بنقول للمريض يتخلى عنها، لان هو بيجهد المفصل بيحركه بطريقة خاطئة فبيدي الطقطقة. في بعض الطقطقة طبيعية بتحصل بدون المريض ما يحس. يعني سؤالي كان عن الطقطقة المقصودة. المقصودة الحقيقة بنقول للمريض بنحذرهم منها، بلاش العادات اللي هي بنعتبرها عادة سيئة، لان بعض الناس عندهم عادة طول الوقت قاعدين تقطعوا صوابعهم، فدي عادة غير مستحبة، أو فقرات الرقبة ربما أو الظهر. شكرا جزيلا لك. نعم العفو. نعم شكرا جزيلا لك دكتور منال السيد، استشارية أمراض الروماتيزم ورئيسة قسم الأمراض الباطنية في مستشفى حتى في هيئة صحة دبي، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من دبي.